في الحديث على الناس والطعن فيهم هي هذه الغيبة، أما ذكرهم بالخير هذه نعمة، هذا يدل على قلبك الصافي. لو كل يوم تغتاب أحد واحد فقط، معناها في السنة ستغتاب 365 شخص، في 10 سنوات يعني 3650. هل لك استعداد أن تقابل الله ب 3650 خصم يوم القيامة؟ على الأقل يعني. على الأقل نعم، هذا إذا واحد، ما بالك من يطعن في أهل العلم أو في والديه أو في كل ما زاد ترى فضل الإنسان أو في الحاكم، كل ما زاد فضل الإنسان وشرفه ورتبت الشريعة على عدم مخالفته ترى يزداد، لأنه تغر الصدور عليه، فالإنسان يرطب. ومن اغتبته إذا كانت وصلته الغيبة كما نص على ذلك ابن تيمية في تفصيل له جميل، يقول إذا وصلته استسمح منه، لأنه أصلا صدره شايل عليك. قال أما إذا لم تصله، ما سمع هو عنك ولا درى، هنا تدعو له وتذكره في المجالس التي كنت تطعن فيه بالخير. لا تروح تقول له، هو أصلا ما كان داري، تروح تجرحه من جديد. أنت رميته بسهم ولم يصله، فلا تروح الآن تجيب السهم من جديد وتعطيه تراني اغتبت قبل سنتين فسامحني، لا. لكن إذا سمع هو أصلا شايل في قلبه عليك، هنا تستسمحه. أما إذا كان الغيبة لم تصله ولم يسمع عنها ولم يدري عنها، ادعو له، استغفر له واذكره بالخير. الإمام الشافعي، أظن الإمام الشافعي رحمه الله، أتاه رجل فطرق عليه الباب وقال يا إمام إن فلان قد ذكرك في المجلس اغتابك. الآن صار غيبة وصارت إيش؟ فتنة، يعني صار شيء آخر. فقال الإمام الشافعي وما شأنك؟ إنما أهداني حسنات. الله أكبر. يعني هو خلاص أعطاني حسنات، لا تفتح الباب علي. وهذه من الأمور المهمة يا أبو عبد الرحمن، صدق إننا لا نزيد، يعني نزيد الإثم إثما آخر. زين حس، ترى أنا معلم، إذا ما ركزت معي ترى أتشتت. نعم، حتى الكنترول قال إيه، لأنه نعم. ياسر عباس جاء هو ورياض الخضران فقال يعني لا تفتح باب آخر. الآن باب الغيبة هذا إثم، لا تفتح باب آخر الفتنة، فتجي وتقول ترى فلان اغتابك وفلان تكلم عليك وفلان قال. نعم، خلاص هذا إذا لم تصله دعو له واذكره بالخير. أيضا يا أبو عبد الرحمن، إن الغيبة من الأمور التي يعني تدل، أيوة، الأمور التي لا تسقط، لأنها من حقوق العباد، وحقوق العباد لا تسقط إلا بأنهم يعفون، نفسها نفس الديون على نفس الطريقة الأخرى. لذلك لابد أن الإنسان يحرص أنه يعني مجرد أنك تستغفر لا يعفيك من الذنب. صدق، أنت سقط حق الله سبحانه وتعالى، ولكن حقه لا زال باقي عليه. نعم، لذلك لابد أنك يا أما أنك تستسمح منه، حتى لو بغى منك فلوس تعطيه إلى أن يسمح منك. صدق، والأمر فيها طويل جدا، فالإنسان ينتبع عشان ما يصير يعطي الله العظيم يا أخي، يعني ما بالدرجة دي حسناتك، يعني أنت اجتهد شهر رمضان. وهي ترى مسألة تعود، سبحان الله، اللي متعود ألا يغتاب أحدا وانطهر لسانه يصير ما يرتاح في المجالس التي يتحدث فيها عن الناس ولا يستطيع الجلوس فيها، يقول يتغير الموضوع، يعني ما يقدر، ما يرتاح. ولذلك الله يديم ستره على من تعود ستر الناس، قاعدة.